يقول: كيف تكون الطهارة والصلاة في الطائرة إذا كانت الرحلة تستغرق أكثر من 10 ساعات خصوصا صلاة الفجر؟ الطهارة سهلة لأن فيها محلات وضوء في الطائرة يذهب إليها ويتوضأ، والصلاة يشوف مكان إما عند المخارج وإلا في الممرات، أو يطلب من الملاحين أنهم يرشدونه إلى مكان يصلي فيه يصلي. نعم.